كنت وعدنا صغيرة ما كنتش معي موهبة، لا خياطة ولا حياكة ولا حاجة، بس حما الإنسان يكبر والأوضاع تدهور ضروري ضروري ما تنمي في قلبك موهبة، أي موهبة. بسبب هذا الأزمات والحرب اضطر إن احنا ننزح نهجر يعني للأمارات. أول ما نزحنا صحنا أن عانينا، أول ما بتجي متدربة يعني بيكون في معاناة نفسية، معاناة من ضغوطات الحياة، معاناة من الوضع المادي الصعب. بالنسبة للمشغل هو كان بيصير يعني كلام من شخص لا شخص، من شخص لا شخص، على أساس إنهم عايبنوا مشغل للخياطة، وإحنا يعني فرحنا. ولو ما كنتش موهبتي الخياطة، ما كان فيش موهبة، بس تشجعت قلت خلاص ما دام المشغل يعني عايبنوه، وفي يعني في نفس المنطقة اللي احنا ساكن فيها، خلاص إن شاء الله عن 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 ننمي هذا الموهبة. هي الأستاذة دربتنا على فساتين بنات، كلنا خيطنا، خلتنا الأستاذة للعياد، قالوا لي فستان حظي، فستان اللي خيطونا، اللي كانت بنتي تبكي عليها ما كنت خيطة. النازحين إنهم نزحوا من أوضاع قاسية، مش ضروري يعني يوصلوا لأوضاع أقسى منها. بنحاول نحن نعطيهم دورات نفسية، دورات في المهارات الحياتية، دورات عن طريقة كيفية التسويق للمنتجات بعد ما تكمل الدورة حق الخياطة، كل هذه إضافة إلى دورة الخياطة. حسينا بالقوة، حسينا بالثقة، حسينا يعني ندخل بالمجتمع. فلذلك الخياطة تعتبر في قلبي سعى البذرة، والبذرة هذه طبعا سعى شجرة، وإن شاء الله تمارها إن شاء الله في المستقبل.